وزارة الزراعة من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالمساهمة في خفض الأسعار واللي تم تنفيذها النهاردة هو أن وزارة الزراعة أطلقت 21 منفذ متنقل لمحافظتين هي القليوبية والفيوم، سيارات متنقلة محملة بكل السلع الاستهلاكية وبأسعار مخفضة، وهيتم إطلاق المنافذ بشكل دائم لكل المحافظات، هتكون بدايتها من الأسبوع اللي جاي إن شاء الله وحتى نهاية شهر رمضان الكريم. خلونا نروح نشوف التقرير. احنا شايفين جهود الدولة المصرية في تلبية احتياج المواطن المصري، يمكن ما قامت به الدولة المصرية من 2014 حتى الآن في تعظيم حجم الإنتاج الزراعي سواء من خلال التوسعات الأفقية أو الرأسية اللي حدثت، ده كله ساهم إن يكون عندنا وفر كبير في المنتجات الزراعية، عندنا تقريبا اكتفاء ذاتي من معظم محاصيل الخضر والفاكهة، البروتين من أصل حيواني، ده كله أدى إلى إن يكون عندنا فرصة لتلبية احتياج المواطن من خلال مثل هذه المنافذ اللي موجودة. أيضا هذه الفترة هي فترة ملحمة وطنية، احنا بنتكلم تقريبا كل الأعياد اللي ممكن تبقى موجودة المواطن المصري او المناسبات السعيده اللي بيعيشها المواطن المصري موجوده كلها في وقت واحد، سواء للاخوه المسيحيين او للاخوه المسلمين، عندنا رمضان، عندنا فتره الصيام، عندنا الاعياد الخاصه بالاخوه المسيحيين، كل ده موجود في فتره واحده، فالحقيقه ده بيقتضي ان يكون عندنا وفره في حجم المعروض امام المواطن المصري، خصوصا ان احنا عندنا نسبه اتاحه كبيره جدا من المنتجات المختلفه، احنا عندنا اكثر من 171 منفذ ثابت موجود على مستوى الجمهوريه، وده وفقا لتوجيهات القياده السياسيه الحقيقه ان احنا نضخ كميات اضافيه ودايما يكون عندنا استقرار واتزان الاسعار، فاحنا عشان كده اطلقنا حمله اسمها حمله خير مزارعنا لاهالينا، خصوصا ان احنا عندنا المزارع المصريه والمنتجات المصريه كثيره جدا وتكفي احتياجات المواطنين، بنقدمها من خلال هذه المنافذ للمصريين باسعار مناسبه، خصوصا ان احنا بنقلل الحلقات الوسيطه، كمان احنا بنعمل مدى سعري واسع، يعني عندنا فرص كثيره للتنوع في المنتجات وده يلبي احتياجات مختلف الشرائح المصريه ويساهم في يكون في وفره واستقرار في الاسعار ومنع اي استغلال للظروف.